كل مكان في العالم. مشاهدينا، الحقيقة أن فقرة المواهب في برنامجنا بالمصري فقرة أصبح لها صدى جميل جدا، وفي تواصل حلو قوي بيننا وبين بنات وشباب الجالية، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وكل واحد فيهم عايز أن هو يكون معانا في البرنامج، وإحنا بنقول لهم إحنا بنرحب بكم كلكم. اعذرونا بس في الوقت، لكن أكيد هنتصل بكل الناس اللي بتبعت لنا على الإيميل أو على الفيسبوك أن هم عاوزين يكونوا ضيوف معانا. النهاردة معانا الحقيقة ضيفين جمال جدا، شاعر غنائي وعازف على العود. هنتعرف عليهم وهنشوف مع بعض الموهبة دي وهنقيمها مع بعض إن شاء الله. معانا الأستاذ وائل صلاح الشاعر الغنائي، أهلا بك معانا أستاذ وائل. وكمان معانا ألفريد وحيد، يعني ألفريد متعدد المواهب الحقيقة، وهنعرف ده منه. أنا خايفة ياخد البرنامج مني. ألفريد خلاص، ألفريد معانا، هو أول فقرة في المواهب طلعت. تمام بالظبط كده، هو جاي النهاردة مصاحب لوائل عشان يبقى فيه، هو بيقول شعر وألفريد يضرب مزيكا، ويبقى خرجنا لكم خالص بقى كده، يعني بره بره جو السياسة، جو السياسة. فعشان كده قلنا ان الحلقة خفيفة، فنورتونا. وبداية كده هناخدك بقى يعني ايه على طول، لانه انت سمعتني حاجة بس كانت شوية هي حزينة بس جميلة. تمام، تحب نبدأ بيها ولا تبدأ بحاجة تانية؟ نبدأ بيها. تفضل. هي اسمها الأيام. الأيام دي هي اتغنت بالفعل المطرب في مصر اسمه ناصر صقر، نسمعها مع بعض. اتغنت؟ أيوة. مين اللي غناها؟ مطرب اسمه ناصر صقر في مصر. ناصر صقر. صقر. أوكي. بقول فيها الأيام. الأيام بتعدي بسرعة وتجري أوام، ولا شايف حاجة بتتحقق أبدا من الأحلام. اللي بيوعد ما بيوفيش، واللي بياخد ما بيديش، واللي يروح مننا ما يجيش لا بدمع ولا بكتر كلام. الأيام بتعدي وليه من غير فايدة العمر يفوت، والحلم اللي أنا عشت عليه قدام عيني يا ناس بيموت. اللي اتغير فيك يا دنيا، أيامك بتعدي في ثانية، وأنا بغرق في بحور أوهام. الأيام بتعدي بسرعة وتجري أوام. الأيام بتعدي وبكرة هيكون ليا ولا عليا، يا ترى إيه بس اللي هيجرى ويايا في أيام الجاية. مين هيرد يا دنيا عليا؟ مين راح يمسح دمع عينيا؟ أحلم ولا الحلم حرام؟ دي الأيام بتعدي بسرعة وتجري أوام. الأيام بتعدي ونفسي ألقى حياتي بجد حياة، بترجاك يا دنيا ما تقسي على إنسان اليأس ملاه. أنا مستني نصيبي وقدري، ويا رب أنا سلمتك أمري، ياللي ما تخفل ولا بتنام. الايام بتعدي بسرعه وتجري قوي. الله الله، ايه 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 الحلاوه، ايه حزينه. على فكره دي بقى بطاقه، يعني احنا دايما نقول لحد عرف نفسك بدات ازاي، بشوف دي كانت البطاقه بتاعتك او بتعرفتك لنفسك. تمام، انا حبيت ابدا بيها. شكرا. وائل، الشعر الغنائي الحقيقه انواع. تمام. انواع كثيره جدا، وكل مطرب وليه اللون بتاعه، وكل مطرب وعنده الشاعر اللي بيكتب له اللون اللي بيناسبه. تمام. هل انت فكرت مثلا ان انت تتخصص في اتجاه معين، في لون معين، ولا بتجرب لسه نفسك في كل انواع الشعر وبتشوف ايه الحاجه اللي انت ممكن تتقنها؟ انا طبعا أكثر. بجرب، بس الشعر باللغه العاميه بالنسبه لي انا. تمام. متمكن فيه احسن من اللغه العربيه في العاميه. تمام. يعني ما هو الشعر الغنائي غالبا يعني بيكون بالعاميه. طب انت بتحب اكتر الحاجات الرومانسيه ولا الوطنيه ولا الحزينه شويه؟ بميل للحزين لانه بحس انه بيلمس القلوب شويه. يعني هو اقرب لشخصيتك ولا عشان بالزبط. الجو العام هو اكتر حاجه بتكون قريبه لمشاعر الناس؟ لا، هو اقرب لشخصيتي وفي نفس الوقت عشان الجو العام، يعني الاثنين معه. يعني هو انا عايز اسال سؤال بس دلوقتي، انت لما تيجي طبعا انا الشعر ده حاجه موهبه، حاجه من عند هبه من عند ربنا يعني، مش كده؟ تمام. ما بتقررش انت انا هقعد اكتب شعر دلوقتي؟ لا طبعا، لازم تبقى فيه. انا ممكن اكون نايم ويجي حاجه في بالي واقوم. صحيح. عشان اكتب عشان ما انساهاش. يجي في بالك الفكره ولا الكلمات؟ بتيجي في دماغي الفكره الاول طبعا. ايوه. ممكن ابتدي في شيء معين، ابقى انا اوريدي نمت مثلا، اقوم اولع النور واجيب ورقه وابتدي اكتب.
تمام. وممكن اقعد بقى يعني. ده بقى الالهام اللي بيقولوا عليه. مثلا وعنفرد وعندنا وائل وممكن تبقى دي بداية وصوت جميل كده معاهم ويبقى بالظبط. لا عندنا اصوات جميله أكيد. عندنا شادي على فكره بالمناسبه بقى، عشان يعني اكيد شادي بيتفرج علينا دلوقتي. شادي كان المفروض يكون معانا بس ان احنا اجلناه اسبوع، فجاء الاسبوع ده المفروض عنده امتحانات. لا ربنا معاه، فهيكون وهيكون معانا كمان موهبه تانية ان شاء الله. قولي يعني هنا انت في حد جربت تعمل حاجه ان انت مثلا تكتب اغنيه وحد يلحنها وانت صديق؟ هو في الفتره اللي جايه ممكن بلحن. بتلحن ممكن في الفتره اللي جايه احتمال. طب انتوا عارفين انه في احنا عاملين مسابقه للمواهب؟ مسابقه للمواهب. ما هو انت دي في مسابقه، المسابقه دي انت المفروض ان انت هتطلع في الحفله بتاعه راس السنه اللي بتنظمها جمعيه فرسان مصر امريكا ومصر لكل المصريين وبرنامج بالمصري وقناه دندنه، وطبعا احنا في انتظار اللي اي حد عايز يجي ينضم لنا في الحفله دي. يا ريت اتمنى انضم. تقدر يعني طبعا تقدر؟ طبعا ان شاء الله. طيب قولي بقى يبقى ضروري يبدا يجهز نفسه بكلمات وبحد يغنيها وبحد يلحنها عشان تكون حاجه متكامله. اعمل لنا حاجه، هو في حاجه نشتغل فيها انا بالمصري زي اسلام فاروق كده لما غنى لنا بالفرنسيه. اه دي كانت حلوه. ماشي. بالنسبة للشعر الغنائي أنا سمعت حاجة فعلا مغني قال حاجة زي كده، بس ما كانتش كل الكلام اللي أنت كاتبه ده صح؟ لا كان كل الكلام. كان كل الكلام؟ كان كل الكلام. طب هل أنت تقبل لو دلوقتي حد جاء عجبه بس يعني مقطعين ثلاثة أنت عارف ويقول لك أنا أو يقول لك بدل لي دي أو أنا مش عايز دي أنا هاخد دي وأسيب دي، تقبل بده؟ مش في كل حاجة، في حاجات أنا بعتز بيها بعتز بيها عايزها زي ما هي. طيب. في حاجات ممكن اغير فيها حتى لو اغراك وانا هشتريها بمبلغ او كده؟ لا لو بعتز بيها قوي مش مهم، مش تفرق معايا الفلوس ولا اي حاجه. بس هو في اوقات الحقيقه برضو ان اللحن بيفرض على الكاتب ان هو يغير حاجه او ممكن برضو طبعا اداء المغني ممكن في كلمه بتكون صعبه عليه مش قادر يقولها. وبعدين في حاجه انت برضو ده بيعمل لك انتشار اكيد، بس لما لازم اكون مقتنع. اكون مقتنع صحيح، انت هتغير ليه؟ هتغير ليه؟ يعني بيبقى عزيز عليك الشعر اللي انت بتكتبه زي ابنك يعني. طبعا ده صحيح. طيب احنا عايزين نسمع حاجه كمان بقى ما تكونش حزيني قوي، يعني شوف لنا حاجه كده فيها تفاؤل مثلا. هنقول حاجه رومانسيه. رومانسيه حلوه. الرومانسيه يعني فيها خيال شويه. جميل. خيال علمي. ما هي دي اللي احتمال يشتغل فيها الف ويتعمل يعني. بقول فيها تعالي حبيبتي نسيب كل البشر، تعالي حبيبتي عزمك عند القمر. نعم. حاجز هناك مكان يليق بحبنا، نشرب حنان يجري في عروقنا ودمنا، عند القمر يحلى الكلام يحلى الغرام يحلى السهر، الليلة دي وياك انت خلاص هطير على القمر وبيكي هسبق اي طير، وسط السما بين النجوم هتسمعي مني النهارده كلام كتير، عند القمر يحلى الكلام يحلى الغرام يحلى السهر، الليلة دي نفسي ما يكون في نهار ياللي حب الجنه ما بتعرفش نار، بص السما فوق السحاب يلا بينا ده القمر بقى في انتظار، عند القمر يحلى الكلام يحلى الغرام يحلى السهر. جميل. رومانسيه طبعا. حاجه رومانسيه وتمنى حاجه حزيني. عندك حاجه وطنيه؟ انا مش كنتش جاهز بالوطنية. هو في حاجات انا بكتبها اوريدي بس ما خلاص ما كنتش اعرف انك هتحتاجي. لا حاجة احنا وطنية. مش مساله الحاجه القريبه ليك. أيوه. انت اكيد جبت لنا الحاجه اللي هي قريبه لقلبك. ألفرد ايه هتقدر تلحن له حاجه؟ هو عند القمر شداه شويه. القصيده دي عجبتني جدا، هو اول ما سمعها هي عجبتني جدا وشدتني، حتى انا عرضت عليه قلت له طب وائل ممكن تسمح لي ان انا اخد القصيده دي وابتدي ان انا اشتغل فيها؟ هو الحقيقه ما منعش خالص واداني تفويض ان انا احاول ان انا اشتغل. تخيل بقى بعد كده يعني بعد بركه والشهره بقى والبتاع وكده يقول لك فاكر لما اعطيتك قصيده؟ طبعا. لا ان شاء الله هتطلع جميله وهيكون لنا لقاء تاني ويمكن يكون في الحفله زي ما حنان قالت ونسمعها بقى مغناه وتختاروا صوت حلو يغنيها. عجبني برضو هو بيلقي والفريد حلوه ويا رب كده اشوفكم 10 كده عاملين حاجه حلوه شبابيه، لان احنا مفيش الكلام ده في الجاليه.
لا ما فيش هنا. ما فيش يعني هوايات. لا في هوايات بس في هقول لك انا جات لي حاجات يعني في ناس غاويه راب يعني الحاجات دي ماشي ما انا ما بعترضش والله عشان بس ما حدش ايه لا اهلا وسهلا بيكم كلكم بس هم اقرب شويه للروح الشرقيه الشرقيه بالظبط خالص بيور يعني تمام فما فيهاش فدي حاجه جميله نورتونا وطبعا هنستنى انتوا اكيد معانا طبعا مكملين وهيبقى معانا ناس تانية هتنضم ويا رب كده بس في نقص في العناصر النسائيه شويه احنا كان عندنا موهبه واحده لكن كل اللي اتصلوا بينا معظمهم شباب فارجو ان انتوا تتشجعوا الموضوع كان حلو يعني كان جميل متشكره قوي يا وائل متشكره يا الفريد ان انتوا تعبتوا وسط يعني جد شغل رائع وانتم عاملين دويتو حلو قوي مع بعض يا رب يخليك شكرا الف شكر وبنتمنى لكم التوفيق يا رب يخليك شكرا نلقاكم على خير الاسبوع القادم اعزائي المشاهدين وفي حلقه جديده من برنامجكم بالمصري من نيويورك.